احنا كاتحادية رانا معولين مع الطاقم الفني للاتحادية وكذا البروفيسور بنقارة ياسين لوضع خطة ثابتة في المستقبل القريب لتطوير كرة الماء في الجزائر. اليوم شاهدنا وفرق صغيرة اللي برزت، نذكر على سبيل المثال نادي مستقبل سيق الدلافين لأول مرة يتحصل على المرتبة الثالثة، وكذلك النادي العلمة يتحصل على المرتبة الثانية، بدون أن لا ننسى قسنطينة الفريق السيانسي اللي يتحصل على المرتبة الأولى وكأس الجمهورية. احنا تمنينا أن يكون المستوى أعلى وأحسن ومشاركة أكبر، هي فرصة لنا كمؤطرين ومدربين وطنيين من أجل انتقاء أحسن الرياضيين للمنافسات الرياضية.